عم تقوله لك؟ قوتنا في هريستنا. وردة سرها المحبة. جينا للجزء الأخير من برنامجنا اليوم في حلقة الويكاند. دونك التحق بنا رستم. مرحبا رستم. أهلا عفيف. سافا الحمد لله. دونك يدخل رستم معناها الدليل، معناها الكادويت، معناها الدار الكبيرة كومفورتيكس وسوتيم. بعد شوية باش نعملوا تيراج وسور باش نشوفوا شكون صاحب الحظ اللي باش يربح معانا اليوم المتلة أختو دو، واللي باش نعطيكم تفاصيل أخرى عليها من بعد مع رستم. كيف كيف التحقت بنا الدكتورة ملك بوزويتا. مرحبا دكتورة. مرحبا عفيف. لاباس الحمد لله، يعيشك يا عفيف. دونك دكتورة احنا معاك اليوم باش نجاوبوا على بعض الإشاعات اللي تقالت فيما يخص طب التجميل اي وعلاقته بالكوفيد. بالكوفيد اي. تري بيان. إلى جانبهم فرحانة برشا وأنه عنصر جمالي جاي بحذينا اليوم وسعداء وأنه تكون موجودة بحذينا في برنامج الويكاند ميس عرب وورد. مرحبا بك أحلام سويدي. مرحبا بك عفيف. منورتنا. عايشك ميرسي. إلى جانب أنها ميس هي راهي خريجة فنون جميلة، علاش قلت لكم أنا عنصر الجمال في حياتها موجود. دونك أنت ميس عرب وورد تونيزيا 2020 وزيدة دوزيام دوفين في مسابقة ملكة جمال العرب في مصر. تزيدوا نتعرفوا عليك شوية أحلام. بون أنا كيف ما قلت أنا أحلام سويدي عمر 22 سنة، نقرأ في المعهد العالي للفنون الجميلة. دومين هذا دخلت له ملي انا صغيره مغرومه على الاخر بالمشي فوق البوديوم ومغرومه هكا بالحوايج وبالشعر ياسر كنت مغرومه. دونك كي انا عمري 15 سنه اختي ستيليست عملت كوليكسيون قالت لي حليم معليش ما تلبسليش معناها فوالا وعندي مانكار في الدار صحيت وانا مغرومه قلت لها اوكي نلبس لك علاش لا. كي مشيت فوق البوديوم حسيت احساس محليه اللي هكا العبيد دايرين بيك وهكا احساس محليه على الاخر. دونك من وقتها اسمع الاحساس اللي على البوديوم بالنسبه للمانكينه ما ينجم يحسوا كاين اللي يعيش التجربه بالضبط. حاجه اخرى معناها انا نحكي على خاطرنا خاطرني انا زاد كنت ماكا معناها ديبيتي ما كارير كعارضة ازياء. دونك احساس اخر الحقيقه ماهوش مجرد عارضه نتاع ازياء معناها هاي تمشي وتجي على البوديوم ليلي فما حاجه هكا كي الحلم كانك عايشه حلم ديما يحس بيك الانسان المغروم هكا وكل. دونك من وقتها بديت المسيرة متاعي ولاو برشا يعيطوا لي باش نخدم معاهم وكنت جست ارجونت بوش لا انا وغرام. دونك عملوا العمل ببليسيتي نتاع برودوي مع سي ايهاب محرز نقدم له تحيه. بعث لي السيت هذايا نتاع ميس عرب وورد قال لي احلام علاش ما تشاركش في الكومبيتيسيون معناها وانا نحب المنافسه ونحب اي حاجه هكا فيها نحب التحدي معناها بالضبط. قلت له اوكي بوركوا با مشيت من غير ما خممت معناها. كي مشيت من الاول في الكاستينغ خفت شويه ومن بعد كي قبلوني ارتحت خاطر عدينا جمعه كامله في المعسكر اللي اصحاب واكسبيريونس ياسر محليها تعرف الناس. هي ايجا اقول لك هي اصحاب وايمانمون انسانين محليكم مع بعضكم لكن في الاخر هي منافسه معناها هي منافسه اما احساسك اللي محليك اللي تقوم الصباح بكري فما برشا فما امبلوا دو تون يومي معناها بالضبط هكيكا. دونك قلت احلام انت هكا ولا هكا باش تربح اكسبيريونس معناها خليها على الاخر كان انت كنت الميس ولا ما كنتش خليني نعيش التجربه صحيت ما كنتش خايفه جمله ومع انا مستانسه بالبوديوم كنت بوان فور ليا انا معناها كي ربحت من الاول ميس اراب تونيزي فرحت على الاخر وميم طون حسيت بشويه خوف خاطر مسؤوليه كبيره باش نمثل المراه التونسيه في مصر معناها فوالا وبعد كده جات الكورونا. دوك ما كنتش تستنيها انت ما كنتش تستنى فيها معناها شاركت قلت خليني نعيش التجربه وكاع صحيت قلت يا زهرت زهرت ما كنتش نستنى اللي انا باش نكون ميس جمله معناها. كنت مرشحه بنات خلين معاك في المسابقه وانهم هما يكونوا اي قلت يمكن هما يكونوا باش يربحوا معناها اما بعد قلت ركزت مع روحي قلت احلام انت هكا ولا هكا ماكش باش تخسر شيء دونك ركز مع روحك اكا
تري بيان. في الكلمه اللي قلتها في حفل التتويج قلت انك باش تحاول تجيب السياحه لتونس في ظل ازمه صحيه خانقه كما هذيا، انجاجمون كبير برشا هذيا. هو انجاجمون كبير برشا. وانا علاش اخترت السوجي هذا؟ خاطر انا خدمت مع اجونس ايفينمونسييل مع منتصر بن عبد الرحمن، قدم له تحيه زاده، شجعتني خاطر هكاك النجم بديت تعمل في خطوات، تخمم في استراتيجية وانا كيفاش ممكن حتى الوضع الكورونا ما تعرف انت مفهميش برشا ماشي وجاي وكل، دونك مازلنا في مازلنا ننظروا فيها الوضع. سينو كوتي عروض ازياء ماكينة مازلت متواجدة تخدم؟ اي نخدم، اما قلت شوية خاطر كي ربحت التيتر نتاع الميس ما عادش نجم نخدم، مانيش حرة معناها. مقيدة معناها بالضبط. داكوغ تري بيان. سينو شنو مشاريعك القادمة؟ قاعدة نحضر في أعمال خيرية مع سي حبيب الأمين، جمعية في نابل، دونك إن شاء الله نعملوا حاجات باهية. تري بيان، إن شاء الله بالنجاح. دونك الناس اللي تابعوا فينا ويحبوا يعاونوا الجمعية هذيك كيفاش يتصلوا بكم؟ عندكم باج فيسبوك ولا يكلموك أنت على باجك على انستغرامك كيفاه؟ يكلموني أنا على الانستغرام تاعي أحلام سويدي. فوالا دونك تدخلوا على انستغرام أحلام السويدي منكم تعملوا طلع عليها، تعملوا فولو للميس نتاعنا وتجموا تعاونوا في العمل الجمعياتي هذا. بالضبط. يعطيك الصحة أحلام. نجيب للدكتورة ملك بوزويتا. دكتورة مركزة مع أحلام، عندها برشا شبيهة من النجيم جاي. النظرة هذه نتاع طبيب التجميل راهي قاعدة نغزر عندها هكا ولا اللي نظرات ثاقبة اللي تري جولي. ما نقولوش بالتونسي كلا تبعينيها. ولا لي ولا لي عارف أنا نحب برشا الزين، أنت تعرفني اللي أنا معناتها جادور كومبليمونتي لا فام ونحب المرأة المزيانة. نعم اللي تري جولي، جيسبيغ اللي هي ماهيش باش تلعب بوجهها وباش تخليه ناتشوري. سانسيرمون شو بالحق أغزر طبيب التجميل تقول لك هكا على خاطر التجميل ماهوش كان تبديل وجه، في عناية زادة بالبشرة في حاجات صح. Elle est très jolie. Tu as gagné le titre avec ce visage. N'essaye pas de le changer. Voilà. واضح. دكتورة دونك فما بعض التساؤلات، فما بعض الليزانتوكس اللي طلعوا في علاقة بطب التجميل والكورونا. هي الحكاية كل عفاف بدات اللي باسيونت بعثت لي أن أرتيكل ظهر في مجلة سويدية يقول اللي فاكسان نوع معين من فاكسانات الكورونا يؤدي الى ظهور عوارض جانبيه عند الناس اللي حقنت. والله ظهر لي انا نبعث لك الارتيكل. ظهر اي انت والله انت بعرفته قالت له بالحق بالحق انا بعثت لك الارتيكل بالحق في وقت انت بعثت لي الارتيكل وانا قعدت نتبع فيه الارتيكل ماني خافت. اي عندك الحق وليلي اون فيت هو شو عافي فريتو الارتيكل هذا وقعت كذيب وراه على خاطر هذوما سي دي كو اللي يعملوا فيهم شركات اللي تنتج في لي فاكسان باش يضربوا بعضهم. داكور راهو وقت اللي يهبط ان ارتيكل تفكر نهار اش قلت لك راهو كي يهبط ان ارتيكل لازم يستجيب المعايير الارتيكل ميديكال. اش معناها ارتيكل ميديكال؟ يعني ارتيكل يظهر في ريفو ميديكال معترف بها وهو يكون خلاصة لدراسة طبية، معناتها يكونوا فيها معايير دراسة طبية. ما لازمش تصدقوا أي حاجة تظهر في الفيسبوك، لازم نرجعوا للمصدر. وديما تنجم تسأل طبيبك كما عفيف عملت. فوالا تو بوز لا كيستيون أتون ميدسان. من أكثر الأسئلة ولي غومور اللي داروا أنا ذوما سؤالات نقول لكم الحقيقة أنا سألوهم لي باسيونت. باسيونت الأولانية قالت لي راني ريت ارتيكل يقول اللي العباد اللي عاملة الفيلر وقت اللي يمرضوا بالكورونا ينجموا تصير عندهم أعراض جانبية. ما فماش دراسة علمية موثقة تثبت هذا. بالنسبة لمادة البوتوكس ما عندنا حتى دراسة وموقعش معناتها لوغوبور دانكا ولا بالنسبة لمادة الفيلر، مادة الفيلر هي بطبعها من بين المضاعفات نتاعها اللي مرة حكينا عليهم هو لو غرانولوم انفلاماتوار، يعني اللي البقعة اللي زرقنا فيها تتنفخ وتحمر والشيء هذا وتتكعبر والشيء هذا يصير حسب تقريبا 3 شهور بعد الحقن واللي هو موجود معناتها اللي تصير من العوارض الجانبية. من العوارض الجانبية اللي المشكل اللي الغرانولوم هذايا ساعات يكون السبب نتاع ظهوره هو تعرضنا إلى وعكه صحيه اون انفيكسيون ولا اي مرض معناها دونك بويسك عندنا الكورونا اللي هي مرض ينجم يظهر الغرانولوم هذايا اذا كان حسيت بحاجه كي من هكا تتصل بطبيبك نعرفوا دواه ونعرفوا حلوله. السؤال الثاني سالتني باسيونت قالت لي مدام انا راني كوفيد بلس معناها انا عملت التيست وراني ما عندي حتى عارض جو سوي اسمبتوماتيك اسكو نجم نعمل حقن للفيلر ولا لا؟ لا
لا، حقن الفيلر وحقن البوتوكس ممنوع كي يبدا العبد يحمل لأي مرض بكتيري أو فيروسي بطبيعته هو. معناها هو سامحني، معناها هو في كل الأحوال أنت يا مدام بوزيتيف وتحب تخرج من الدار وتمشي وتعمل فيلر وكل معناها. طبعا أنا فهمتها على خاطر في مخ المواطن التونسي كي نبدأ ما نحملش أعراض الكورونا ماهيش بالحق كورونا. معناها أنا بوزيتيف أما ما عنديش أسمبتوماتيك، راك عندك الفيروس، عندك الفيروس وراهو بدنك قاعد يجاوب وراك تو برودوي دي زانتيكور وراك وقتها في فترة مرض اللي ماذا بيك فيه. لا وبورتوز du virus معناها تعدي حد بيان سور tu n'es pas symptomatique mais tu portes le virus يعني انت ماكش في صحتك العاديه ويجب تفادي الحقن في الفتره هذيك وعاده ما نجمو نحقنوا الا 6 اسابيع بعد الشفاء داكو. يعني اللي يمرض ما لازموش يخمم في الحقن الا 6 اسابيع بعد الشفاء ولازمك تحكي لطبيبك عليه الديتاي هذايا باش هو يعرف يتصرف السؤال الثالث والاخير هذه باسيونت قالت لي راني انا يا دكتوره عملت الحقن نتاعي عندي شهر واليوم بدات لي اعراض الكورونا والتيست نتاعي بوزيتيف، شنو ممكن يصير في الحاجات اللي حقنتهم في وجهي؟ كما قلت لك يا عفيف ما لازمناش نخافوا، ما يصير حتى شيء، المواد اللي نستعملوا فيها مواد معقمه وراهو سي ان اكت ميديكال راهو طب قاعده تحقن ماهوش قاعد اي وديما وديما عند ظهور اي عارض كواكو ما فماش حاجه نستندوا عليها طبيا ما فماش معناها لو كان مي لي باسيونت الكل باش ما تخافش باش ما تدخلش فيك الخوف عندك طبيبك تطلب طبيبك وتساله والاطباء راهم ايسون اجور في المواضيع هذيا. دونك حبيت جوست نقول لك حاجه عفيف بور معناتها في لي زيتود الاخرانيين اللي تعملوا ما فماش حاجه اثبتت انه الريسك والا الاعراض الجانبيه اللي تصير في وقت الكورونا مختلفة على قبل ولا كيفاش كنا نخدم. داكوغ. دونك ما لازمناش نخافوا، لكن وقت اللي تبدا مريض ديما المرض يأتي قبل التجميل. تبرا وتشاور طبيبك وقت اللي طبيب العائلة نتاعك يسمح لك، وقت اللي طبيبك نتاع التجميل أو طبيب الجلدة نتاعك يقبلك وقتها تمشي. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو دكتورة ملك بوزويتا. باش نرجع من بعد شوية مع رستم، أما نحب نعمل طلع على الشيف مروان عنده أستوس باش يقولها لنا. شيف أنا عفيف ديجا غاطسين مليح مليح، جوست حبيت نفسر لكم بارابور للعظم. إي عفيف جوست معناتها طيبوه 10 دقائق، معناتها سي بريسي انهم يكونوا 10 دقائق ومن بعد طفيوا الماء، طفيوا النار على الماء وتخليوا العظم يبرد في الماء هذاك. من بعد تقشيره باش يكون سهل وباش تكون العظمه سورتو المره هذه حاجتنا بها انه باش تشد لنا الفارس اللي باش نحطوها في وسطها. دونك انا بزوان انه العظمه تيب على قاعده 10 دقائق، معناتها تبداوا تحسبوا ملي الباب بارد تخدموا عليه النار وتحسبوا 10 دقائق ومن بعد تطفيوا النار تخليوها في عقله يبرد العظم ويكون هكاك بارفي ويطيب بالباهي. لو طون انا نكمل نعمل عفيف الفارس ونوريك. نرجع لك بعد شوي. مهم برشا راهو لاستيوس هذايا، مش نعلموا فيكم كيفاش تصمتوا العظم بيان سور، ولكن كي باش تعمل اوف ميموزا راهو يلزم الابيض يبدا شادد روحه مليح، يبدا يابس بالكدا باش كي تحط الفاخس نتاعك ما تتكسرش ويفسد المنظر نتاعها. يعطيك الصحه شيف مروان اليونسي. قبل ما نمشي الرستم نحب نمشي الابليكاسيون يسير، نحب نمشي اليسير هذيا الابليكاسيون والشركه هذيا اللي قاعدين نتعاملوا معاها في برنامج الويكاند كما العاده والعوايد. دونك يسير اكسبريس ديما عندها جديد باش تدلل به لي كليون نتاعها، ابار ليفريزون نتاع الماكله اللي تجيكم حتى لباب الدار. يسير اكسبريس تحط على ذمتكم اليوم زيده الغله المامو، اي نعم الغله المامو اللي نلقاوها من المنتج الى المستهلك مباشره من عند لابتيت فيرم بروفونسال. يجيكم البرقدان الفريشك والمدالينا نوفا واللافوكا زيدا موجودين الكلهم على الابليكاسيون يسير اكسبريس. اليوم نجم تكمندي الغلة تجيك من الفيرما حتى ليديك. دونك لكل متابعينا في تونس الكبرى نجم توا تحط اللوكاليزاسيون متاعك على الابليكاسيون وتدخل تعدي كوموند من عند لابتيت فيرم بروفونسال وتتمتع بالغله البنينه وذات الجوده العاليه والكوموند نتاعك توصلك في 24 ساعه.
ريت علاش كل مره نقول لكم يلزمكم تهبطوا لابليكاسيون يسير اللي موجوده تلقاوها موجوده بيان سور مهما كان السمارت فون اللي عندك. دونك هبطوها راكم كل مره باش تلقاو فيها دي بون بلون سامباتيك وما تلقاوهمش في حتى بلاصه اخرى. نكملوا مع بقيه الفقرات نتاعنا، نجيو للكادوات ونجيو للكونفورتيكس وسوتيم مع رستم. دونك رستم اليوم عندنا المتلة اورتودو ايفيكتيف باش نعملوا تذكير للساده المشاهدين المتلة نتاعنا الاورتودو اللي من اهم الميزات نتاعها اللي روسورون ساشي اللي حكينا فيهم امس واللي التيسيو نتاعها الستريتش هذايا اللي هو تيسيو انتي اكاريان انتي باكتيريان هكا فيسا فيسا باش من نطولوش على العباد فهمتني. وشيرة الصيف وشيرة الشتاء اللي احنا يلزمنا نفهموا والساده المشاهدين ولاو يفهموا اللي راهي شيرة الصيف بالكوتون والشتاء باللان فهمتني. ونتعداو باش نربحوا قبل ما نربحوا قبل ما نعملوا تراجع صور نذكروهم بالاسيوس عنا برشا ما ذكرناهمش به وانه المتله نتاعك باش تستحفظ عليها كيما تستعمل جيت الصيف في الصيف وجيت الشتاء في الشتاء هاكا دو تون زون تون يلزمك تقلب المتله نتاعك جهه الراس تولي في الساقين وجهه الساقين تولي في الراس هكاك يولي دوغي دفي نتاع المتله نتاعي اكثر والكاليتي نتاع المتله نتاعي تقعد امبيكابل. ونذكروا زاده ديما بالسيت نتاعنا اللي هو ديما نقول للساده المشاهدين وانت تعرفها فما برشا دخلاء فهمني راهو السيت كومفورت اكس يدخلوا تعاونها مع المتلا نتاعهم فوالا يلقاو لي ديتاي كله يعاونوهم شنو المتلا اللي تصلح لهم ايفيكتيفمون. ظهر لي اليوم عندنا يد بريئه ما فماش اجمل من هكايا ميس ارابورد احلام سويدي المتلا نتاعنا تزيد في الجمال راهو تزيد في الجمال قال لك كي ترقد كون تو باس اون بون نويت سومي تصبح وجهك مشرق وتصبح دكتورة. في فورمه هكا والله ما ثلاثه حاجات يعملوا الجمال تعرفهم شنو هما رستم النوم الماء وراحة البال هلا قال راحة البال والنوم عندي انا فوالا هذوما هذوما زوج مضمونين عندي مضمونين عند كوفورتكس ايفيكتيفمون دونك نعطيو الاحلام تعمل لنا تيراج سوغ ندور بالكدا بالكدا باش الناس الكل كنجم نشوفوا شكون صاحب الحظ اللي باش يربح معنا اليوم المتلا اورتودو هذايا شو شعروا اكحل رستم في نهز ورقة بعد هي خلينا ناخذها من الوسط اوكي فوالا يا الورقي هذوم ولا ورقه واحده؟ ورقه برك ورقه فوالا يعطينا الاسم نتاع الفائز اللي معانا اليوم روضه كمون روضه كمون مدام روضه كمون الف الف مبروك دونك انت اللي ربحت معانا المتلة هذيا وانتم اقعدوا ديما تابعونا وادخلوا ديما على الباج اوفيسيال تاع كونفورتكس تلقاو لي بوبليكاسيون اللي خاصين بالكادوات نتاعنا تعملوا جيم وبارتاجوا وتاجيو ثلاثه من اصحابكم من الاسبوع الجاي نقول لكم شنو الكادو نتاعنا خليوه سيربريز ان شاء الله سي نورمال فوالا اقعدوا معنا في المتابعه ميرسي بوكو نورتنا ميس ارابورد نحب نقول ميرسي لامي وبابا اللي قاعدين يتفرجوا فيا بوسه كبيره ربي يفضلهم لك ميرسي عايشك وباش نحب نقول ميرسي للجويس على اللبسه هذه وميرسي لفيصل الرقيق اللي هو وكيل ميس ارابورد في تونس وميرسي لسامي جويس اللي كان سبونسور في ميس عرب تونيزي وفي ميس عرب اللي هو معاك ديما في مستوى الازياء معناها سي بيان وانه واحد يدخلوا في تقاليدنا هذوما ويوليوا الماركات التونسيه واللي عندهم الملابس في تونس يدخلوا في المسابقات هذوما ويمنوا بالجمال التونسي ويدعموهم لانه في حاجه وانه يظهروا في ابهى صوره على خاطر في نهايه الامر هما يمثلوا تونس. بيان سور. فوالا دونك ميرسي انكور بالنسبه للجويس اللي تلقاوها موجوده في العوينه وموجوده في سكرة في سكرة في سكرة وفي حمامات وفي نابل. وحمامات ونابل فوالا وانت نابليه دونك هكا بحذاك. انا اسيت ولايه القيروان ونسكن في نابل. بنت بلادي مرحبا مرحبا. عايشك. يعطيك الصحة ميرسي ميرسي دكتورة شكرا رستم اقعد معنا فاصل قصير وراجعين. هكا جينا لاخر الحلقة نتاعنا بيان سور فطورنا حضر مع لي شيف نتاعنا شيف اياد شيف مروان. ايه تبارك الله عليكم والله برافو عليك. ظهر لي تغرمت بالكوجين انت بالحق دونك باش تولي في الدار تقول للوالده تخليك طيب معاها انا كان حبت
كان خليتك ديجا لونتري هو راهو عامله عفيف هذاك وهو زين وهو معناتها فكرته كملها للاخر من بعد خلينا نبدا بها هي داير عملنا ديزف ميموزا دونك شنو خذينا خذينا جوست العظم طيبناه كما فسرت من بكري 10 دقائق من بعد حلينا العظم ونحينا منه الاصفر وعلى الاصفر شنو زدنا ثلاثه مغارف مايونيز وعلى قد النومبر نتاع العظم اللي عندنا بيان سور ودونك وزدنا عليه شويه معدنوس وشويه طن البدر رفسهم مع بعضهم الشيف وخلطها الكل وحطهم في البوش باتيسيي وصبهم في وسط الوحدين من بعد نجيك بالنسبه للبري برانسيبال عفيف انه عملنا دويده نتاع ورده اليوم ومعها الصوص كيفاش كانت الصوص نتاع اليوم دونك جوست حطينا في وسطها السوبيا والخضره اللي حكيت عليها انا من بكري وعليها هذاك زدنا جوست لا صوص كونكا سبيسيال بيتزا نتاع سيكا ومعها هو نكته هريسه زاده باش البلا نتاع تونس نتاعنا وكل يعطيك الصحه ودبلو مون كونسونتري زاده دوبل ليش باش عطات الانكتيوزيتي في الصوص نتاعنا من بعد نجيك للديسير سيتي مازلنا كي كنا الحقيقه نضوفوا فيه دونك سيتي تري 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 عجبك ايد بي دونك جوست شنو عملنا خذينا لا كريم باتيسير نتاع سمارت شيف زاد كيف كيما فسرت نتاع بون نوتيس صبيناها من اللوطه خلينا الصابون نتاعنا يبرد وتجمد الكريم باتيسير وبدينا من فوق نحطوا في البانان والنوازيت اللي عملناهم في سيغو نوازيت تاع سمارت شيف فوالا عافيه صحه ميرسي بوكو شيف مروان يوسف شيف اياد على شكون تحب تسلم نخلي الكلمه ليك انت عندي ديكاس كبير البابا اللي وصلني وامي فاطمه انصاري اللي شجعتني وياد عباسي اللي قال لي الكلاس الكل وسي عزين اللي قراني وسي فيصل ومعلمين الكل ربي يفضلهم لك وان شاء الله ربي ينجحك ويوفقك في دراستك العام صعيب شويه السنه القرايه صعيبه شويه مي ان شاء الله بون كوراج وان شاء الله بالنجاح ونشوفوك تحقق كل احلامك سواء في الهوايه نتاعك ولا في الخدمه شنو عندك هكا حاجه تحب تخدمها ولا مازلت نحب نولي بروغرامور بروغرامور سي بيان برافو ان شاء الله ربي يوفقك وهذوما من المهن الجديده اللي يحبوها الشباب نتاعنا دوك خل ان شاء الله لي بارون يكونوا يستمعوا للهوايات نتاع صغارهم وشنو يحبوا صغارهم لانه بعدنا توا شويه على الفورمان نتاع نحب نطلع محامي نحب نطلع انجينيور نحب نطلع كلاسيك فوالا كلاسيك طبيب اتسيتيرا توا فما برشا مهن جديده ربي يوفقك وربي يوفق صغيراتنا الكل ما يفوتنيش باش نشكر برشا برشا مدام احلام قلال ديكو غيف اللي اليوم بالحق حطتنا في الجو نتاع السيدي بوسعيد فماش احلى من هكايا ميرسي بوكو وبوسه كبيره كبيره لاحلام الفنانه عملوا طلب لي على الانستغرام نتاعها ديكو غيف احلام قلال باش تشوفوا برشا حاجات مزيانه نشكر ياسر زيده جاجا بيوتي على اللوك نتاع الشعر والميك اب اليوم ميرسي بوكو جاجا بيوتي اللي موجوده في النصر 2 وبالنسبة لللبسة كما كل أسبوع مع زازا فاشن بوتيك موجودة في المنزهويت ديريكتومون فوق إنزو شوسور اللي نلقاو عندها كل جمعتين ثلاثة اون نوفيل كوليكسيون نتمنى لكم مشاهدة طيبة لبقية برامجنا على قناة التاسعة ونعطيكم رونديفو إن شاء الله الأسبوع القادم باي باي ناس كل ردوا بالكم على رويحكم وباي باي وردة سرها المحبة هو الكربت أهل في لحياتك وجد سيكا متود شعب هريسة ما كيفنا حد سيكا متقول هيلك قوتنا في هريستنا اليد في اليد مشيت معايا سمعت الصوت لقيت غنية شفت الوجه لقيت مراية كفاحتها ولات حكاية وكتابت بنتها نهاية نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب نجمة راك حرة يا ذا لزر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة أما في قضية الدار لزهر يخاف من مرته مش نورمال تيوينو الخبز قتلك سلق مش معدنوس صابون اخضر مش ممسك الحم مش دجاج اوه ما عندي
عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خبيتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعوا فيه؟ مع سمارت شيف مسهلها البنة. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ ميميرا أو دو سورس ناتوريل، صحة وفرحة.